عن الأحزاب السياسية وأهمية كمان التواجد ليها على الأرض. يمكن احنا كنا بنتكلم في جزئيتين الحقيقة امبارح، المنظمات المجتمع المدني، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكمان الأحزاب السياسية اللي لازم تكون حاضرة سواء مع الأزمات طبعا والتواصل مع الناس ونشوف احتياجاتهم. من الأحزاب النشيطة جدا الحقيقة حزب حماة الوطن اللي كان بينظم زيارة لمحافظة الفيوم وقام بتنفيذ عدد من الفعاليات تحت عنوان هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ل 32 عروسة من أبناء المحافظة. الفعاليات أو الاحتفالية دي شارك فيها كل المسؤولين في المحافظة من قيادات شعبية وتنفيذية وكمان أهالي القرى وأهالي المحافظة بشكل عام. خلونا نتابع إيه اللي حصل في محافظة الفيوم ونرجع لحضراتكم تاني. وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، يواصل قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن مسيرته في تقديم العديد من الخدمات والفعاليات التي تخدم المواطنين في كافة أنحاء البلاد. واليوم يصل قطار الحزب إلى محافظة الفيوم، حيث بدأت الفعاليات باستقبال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لقيادات حزب حماة الوطن بمبنى المحافظة، وتبادل الجانبان سبل التعاون المشترك في إطار التنمية الشاملة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. اليوم موجودين في محافظة الفيوم اللي بنعتبرها بداية الطريق يعني إلى باقي المحافظات إن شاء الله. محافظة الفيوم بنكن ليها اهتمام كبير جدا لأنها من المحافظات اللي محتاجة دعم على كافة مستويات الخدمة المجتمعية. الثقة اللي احنا يعني شايفينها من قدرات الحزب ومصداقية عمله هو ده اللي بيخلينا نبقى واثقين ان احنا الدولة لوحدها او الجهاز التنفيذي لوحده مش هيعرف يعني يشتغل على المستوى القاعدي على مستوى المواطنين من غير المشاركة السياسية من الأحزاب اللي لها دور إيجابي في فهم احتياجات ومتطلبات المواطنين. حزب حماة الوطن افتتح أيضا مقر أمانته الجديد في محافظة الفيوم، وذلك بحضور الفريق جلال هريدي رئيس الحزب، بالإضافة لعقده اجتماعا موسعا مع كافة القيادات التنفيذية بالحزب لمناقشة آليات تمكين المرأة والشباب ورعاية المواطن وغيرها من الملفات. الحزب ليه دور ودور ملموس في ظل الظروف الحالية التي تواجه الدولة المصرية، شأنها شأن باقي دول العالم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وما تقوم به القيادة السياسية من اتخاذ قرارات تمشي جنبا إلى جنب مع ما يقوم به الحزب من مشاركة وجدانية لأبناء هذا الوطن. الحزب افتتح كذلك في جولته بالفيوم مركز الأمل 16 بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس لتقديم خدمات في التعليم والحرف اليدوية والتسويق. بالإضافة لتأهيل الأطفال من أصحاب الهمم، فضلا عن تخصيص فصل لمحو الأمية لكبار السن. قرب تحقيق الأمل بتاعنا، أمل الميت مركز إن شاء الله في خلال السنة دي بإذن الله، إن شاء الله هنكون فتحنا 100 مركز بيدعم 100 محافظة وقرية ومدينة في مصر. لأن احنا دلوقتي يعني بيجي من المدرسة يقول لي يا أمي آدي، أنا مش عارفة إن أنا أقولها له، فأنا من جوايا بصراحة نفسيتي بتتعب. فأنا بصراحة نفسي إن أنا أتعلم، أنا مش عايزة إن أنا أتعلم بس. احنا بنعمل فصول تقوية لأولادهم، بنحاول احنا نقلل كمية منبع الأمية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية عن طريق غلق المنبع نفسه اللي هو التصرف من التعليم. أمنية حياتي إني أتعلم، نفسي أمسك الكراسة كده وأتعلم نفسي. في نهاية اليوم اختتم وفد حزب حماة الوطن جولته في محافظة الفيوم باحتفالية هدية الرئيس لزواج عدد كبير من المستحقين الأيتام بحضور ما يقرب من 3000 من أهالي القرية والقيادات الحزبية والتنفيذية. Thank you.
بوجه شكري لسياده الرئيس ومتشكرين قوي يعني على كل اللي عمله معانا. النهارده انا فرحانه جدا عشان حاجتين، عشان يعني الحمد لله حلمي اتحقق، وان في نفس الدرجه الحمد لله عشان جوزي معايا. احب اوجه الشكر للمسؤولين عن الحفل ده، حزب حماة الوطن، بشكرهم شكرا جزيلا. ويستمر حزب حماة الوطن في رحلاته في ربوع مصر لتنفيذ رؤيته نحو التنمية وتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين.